لا لا اتفضل اتفضل عندي اتفضل. ملاحظه بس عشان اكمل كلام دكتور طه على كهربا وعلى النادي الاهلي. بس بالنسبه لكهربا في لقطه هو عملها الناحيه الشمال اللي قاعد يتحرك يعني انا بقول له كهربا لعيب كويس وراجع بشكل جيد ولسه راجع من الايقاف. الحاجات دي ملهاش لازمه. خليك سهل انا وجهه لا مش فكره سهله فكره ان انا حركه مستفزه الحاجات اللي ممكن تستفز الخصم. انا كل ما اسجل هدف في الخصم افيد مليون مره. هنا الكره لما اتلعبت هتلاقي السوليه دي ملهاش لازمه. حتى السوليه كلمه قال له العبها لزميلك. هنا انت اللي هتخسر لو لعيب دخل فيك جامد هتتعور. هو دخل فيك جامد لو خدت بالك هنا بس السوليه بيقول له العبها على طول. الحاجات دي بس نصيحه. كلام السوليه يعني مظبوط 100%. احنا يعني كلاعيبه كوره كلاعيبه كوره وكناس ممكن تعجب الجمهور لكن احنا كلاعيبه كوره هي مش مفيده خالص. هي بتضر هي بتضر بشكل هم لو جابوها بس كابتن هو لو جابوها في الاعاده لو جابوها مش في الاعاده لو جابوها في اللقطه نفسها هتلاقي كمان المدافع دخل عليه يعني دخل عليه بقوه فدي كانت ممكن تسبب له اصابه قبل مباراه مهمه في بطوله افريقيا. الحاجات دي ليها 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 اضرار اكتر من فوائد. اضرارها تستفز المنافس اضرارها بستفز المنافس سوري اضرارها ان ممكن المنافس يدخل يعني يغل فيا يغل فيا ان انا اتصاب. دي تاني حاجه. تالت حاجه ما تقللش من اللعيب اللي بيلعب قدامك لان انت ممكن يبقى وارد تبقى انت خسران يحصل فيك ويحصل فيك كده. دي بتبقى صعبه جدا. انت انا عايز اوصل رساله للعيبه لان احنا اتعلمناها هنا لو اتحطت لاحمد فتحي خلاص هو استفز منه ودخل فيه. سيبك من الاستفزاز. انا لو اتلعبت فتحي من بدري هتبقى كره اخطر. دي اهم حاجه. هنا يا كابتن دخل فيه ازاي؟ دي اهم هنا دي بص يا كابتن دخل فيه ازاي؟ دي اهم حاجه بالنسبه لي. انا دي اهم حاجه بالنسبه لي ان هي لو اتلعبت لفتحي هتبقى كره اخطر. تاني حاجه انا كل ما بسجل هدف انا اسف في اللفظ انا بضايق المنافس اكتر ما بعمل الحركه دي. ده صحيح. تسجيل الاهداف والمكسب والاداء الجيد اهم مليون مره من الشكل ده. فاتمنى بس ان ده ما نشوفوش كتير. يعني اعملها بلقطه فنيه مفيده إذن ما عنديش مشكله لكن فكره انت في مكانك زي ما الدكتور قلت وانت ما اتحركتش خالص ما تديها لاحمد فتحي في مكانك. بالظبط. يعني نصيحه بس للكهرباء نصيحه للكهرباء وكل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي اي نادي بالظبط يعني انا النادي الاهلي النهارده يعني ما لهاش لازمه ملهاش لازمه خالص نهائي. يعني اذا كنا بنلوم كهربا فبنحيي عمرو السلي لانه ده مهم جدا انه عمرو ككابتن قائد زي بالظبط رفض ما استناش وقال له ليه باص لما نشوفها مره ثانيه. برافو عليك يا عماد انت جبتها الحقيقه باين ما تباص لاحمد فتحي وخد مكان. حصلت معانا يا كابتن شوبير كنا بنلعب نادي الزمالك ورمضان وقف على الكوره طبعا وحصلت الخناقه والقصه الدنيا. لا ده انا عايز اقول لحضرتك النتيجه كانت 3-1 والماتش لو كان كمل الاهلي كان ممكن يكسب 4 أو 5 لان الاهلي كان متفوق جدا. الماتش وقف اتقلب نادي الزمالك نزل الامور اتغيرت 3-2 ولو في 5 دقايق كان الزمالك اتعادل وكان ممكن يكسب. مظبوط صحيح. يعني انا بتكلم ان الحركه اللي حصلت هي اضرتنا اكتر ما فادتنا. فالحاجات دي ما بتبقاش مفيده يعني مش مفيده خالص. دي وجهه نظري. هرجع لك تاني مع